السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، واللي أول مرة يشوفني أنا الطبيب الصيدلي رباعي المؤهلات الدكتور محمد القفاص. عنوان الحلقة: كيفية إحداث شلل رباعي وجلطة دماغية وموت مفاجئ لمن ترغب. اي حد عايز تعمل له الحاجات دي انا هديك الحل في ثواني، بس اتفرج على الحلقه. دخل لي واحد الصيدليه: السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت. قلت له اتفضل. قال لي هات لي الدواء ده، وهو وشه مقروف كده. الدواء ده بسرعه. طبعا انا شفت الورقه مر عليا شريط حياتي كله مر عليا قدامي. افتكرت كل الناس اللي ظلمتهم، وافتكرت كل الناس اللي ظلموني، وحسيت خلاص ان انا بين ايدين المولى. ايه ده ايه دي؟ انا مش عارف. لا وايه؟ بسرعة دوا ده بسرعة. وبنظرة ثاقبة من اللواء طبيب اركان حرب محمد القفاص بطل مصر والعالم، استطعت ان الاحظ ان دي مكمل غذائي والحتة دي برتقاني كده. هتكون ايه؟ فيردو كبسولات لعلاج الغازات والانتفاخ وعسر الهضم. شوية نعناع على شوية ينسون على شوية جنزبيل محطوطين في كبسولة بيتاخدوا مرة يوميا علشان علاج الغازات والانتفاخ وعسر الهضم. الغرض من الفيديو إن السادة الصيادلة الكرام داخل صيدلياتهم يتعرضون لضغوط نفسية رهيبة قد تودي بهم إلى العناية المركزة والموت. الناس دي يا جماعة وراهم أطفال عايزين يربوهم، وراهم زوجات، وراهم بيوت، ومنهم من مسؤول عن أبوه وأمه وعن قرايبه. يا جماعة ترفقوا بهم. يا جماعة علبة الدواء هات الاسم ده أو الاسم ده. انت جايب لي ده؟ جايب لي العلبة دي من ورا كده؟ جايب لي العلبة دي من ورا؟ اعمل بيها ايه؟ لا اسم ولا شركة ولا تاريخ. وبعدين متنك عليا اخر تنك. انت اشتريتني يا عم الحاج؟ في ايه يا عم الحاج؟ لو سمحتوا يا جماعة، لو سمحتوا، احنا ماشيين بالعلاج، احنا بنتعالج يا جماعة، بنتعالج. احنا شعر راسنا وقع من الغيظ يا جماعة. في حالات في العناية المركزة بسبب القصص دي. أرجوكم أقبل يديكم، أقبل أقدامكم يا جماعة. اسم العبوة كده يا جماعة. يا جماعة كده أرجوكم. وعلب القطرة الفاضية والشرايط اللي ممسوحة من ورا. حسبي الله ونعم الوكيل. اللي محتاج يسأل أي سؤال، القناة فيها أكثر من 845 فيديو، يقول السؤال بتاعه ويكتب جنب منه محمد القفاص، هيطلع له مجموعة فيديوهات يشاهد منها ما يرغب. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.